فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ساحة الحرمين تعتبر من المسجد فيجوز للمعتكف أن يخرج إليها؟ لا، ما كان خارج سور المسجد فإنه ليس من المسجد، يعني ليس له حكم المسجد، وإلا يكون تابع للمسجد، هو تابع للمسجد يصلى فيه وما في بأس، لكن ما هو من المسجد فلا يخرج إليه المعتكف. نعم.